بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، قاصم الجبارين، مبيد الظالمين، ومهلك المستكبرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد، فإن الله قد وعد ووعده الحق، فقال في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك أخذ ربك إذ أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وهذا وعد بإنزال العقوبة من الله تعالى على كل ظالم مستبد، فلا يظن هؤلاء أن الله قد أمهلهم خيرا لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. وأنتم أيها الظالمون قد أمعنتم في الظلم والفساد وهتك الأعراض والقتل والتعذيب، فاسمعوا يا من تسلطتم على رقابنا بالحديد والنار أننا على درب شهداءنا ماضون، وثأرا لدمائهم عازمون، وبالقصاص مطالبون، فلكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وعدا منا نحن عائلة الشهيد المجاهد صادق الوعد، ومن عوائل كل الشهداء نقول أن دماء أبنائنا وشهداءنا ليست بالرخيصة، وسوف نصرخ بصوت عال مدون يزلزل عروشكم، نقول وعدا منا للأبد نقتص منك يا حمد، وعدا منا للأبد نقتص منك يا حمد. تحية إكبار وإجلال نهديها لكل المرابطين المجاهدين في ساحات العزة والكرامة والنضال، ولرجال الله المطاردين، ولأسرانا المعذبين، وقادتنا الأجلاء المغيبين، هم من خطوا لنا طريق الكبرياء والعزة. ونخص شباب 14 فبراير وجميع الجمعيات المناضلة، ونشد على أيديهم، فنحن معكم حتى النصر القريب إن شاء الله تعالى. ولكم أنتم يا من حضرتم ولبيتم نداء النصرة إخوتي، هيا بنا لنرفع جميعنا أيدينا بالدعاء لجرحانا، ونخص بالدعاء الجريح عبد العزيز العبار وجرحى هذا اليوم، وندعو لهم بالشفاء العاجل. ونهدي أخيرا ثواب الفاتحة لكل شهداءنا مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.